بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قد حل علينا شهر مبارك قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فهو شهر عظمه الله سبحانه وتعالى وأضافه إلى الله شهر الله هذه إضافة تفضيل وتكريم قال الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فهذه الأيام والليالي والشهور التي تمر بنا هي مدة ثمينة ومدة عظيمة لمن وفقه الله فيها فأودع فيها صالح الأعمال التي يجدها عند الله سبحانه وتعالى قال بعض السلف لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال ذرة لسألت الله الموت يعني يختم له بالعمل الصالح صيام يوم عاشوراء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشورة وصامه أصحابه ولا يزال المسلمون يصومونه ويصومون يوما قبله قال إن بقيت إلى قابل لأصومن لا التاسعة ذكر ابن القيم أن الصيام عاشورة على ثلاثة أنواع منها أن يصوم الثلاثة كلها يوم عاشورة ويوما قبله ويوما بعده والنوع الثاني أن يصوم يوم عاشورا ويوما قبله، النوع الثالث أن يصوم يوم عاشورا ويوما بعده، ولو صام الثلاثة لكان أفضل